مشاهدينا للمزيد من التحليل والفهم ينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور أشرف عكا خبير العلاقات الدولية من رام الله. دكتور أشرف، كيف تابعت هذا التطور والتصعيد الخطير الذي يحدث الآن بين إسرائيل وإيران؟ هذا التصعيد الذي حذرت منه مصر مرارا وتكرارا منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة. يعني دعني أقول نحن أمام نهج جديد في السلوك الإيراني تجاه التعامل مع إسرائيل، وهي تحاول أن تثبت معادلة ردع إقليمية جديدة بفعل ذلك السلوك الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق وسلسلة الاعتداءات السابقة التي أقدمت عليها الطائرات الإسرائيلية بحق مسؤولين وجنرالات إيرانيين بهذا الاتجاه. إذا نحن في معادلة جديدة، قيام إيران بإطلاق هذه الضربة الصاروخية الكبيرة من أراضيها، إعلان على أن فصلا جديد من المواجهة بين الطرفين قد يحصل وقد يعني يغير كل تلك المعادلات التي حكمت الصراع بين الطرفين، خاصة أن إيران كانت تعتمد على حرب ظل مع إسرائيل دون الدخول في معركة مباشرة، وكانت إسرائيل تقوم بالرد على التموضع الإيراني ولكن بعيدا عن يعني الدخول في معركة مباشرة مع إيران. ولكن نحن في مرحلة جديدة، في مرحلة فاصلة، وهذا يعتمد عمليا على قدرة الولايات المتحدة بجعل إسرائيل تتقبل هذه الضربة وتكبح جماحها. واعتقد أن إعلان بايدن أنه حتى إسرائيل على عدم الرد دليل واضح على عدم نية الولايات المتحدة جعل الأمور تدخل في سياق حرب إقليمية شاملة. نعم، يعني أنت تتوقع دكتور أشرف أن هناك ضغطا ما سيتم من الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل لإيقاف عملياتها في غزة من أجل منع المزيد من التصعيد في المنطقة؟ أنا أعتقد ذلك، لأن الولايات المتحدة مع فشلها في الفترة الماضية في كبح جماح إسرائيل ووقف الحرب في قطاع غزة وإجبارها على قبول الصفقة في إطار تلك المفاوضات التي جرت بالدوحة والقاهرة على حد سواء، يبدو أنها أوصلت الأمور إلى حد هذه المرحلة من الصدام واتساع الحرب. ولهذا نعم قد تغير الولايات المتحدة من سلوكها ونهجها في طريقة تعاملها مع إسرائيل، وهي حاولت أن توصل رسالة لإسرائيل أنها بدون الولايات المتحدة لا تستطيع لا الدفاع عن نفسها ولا الخوض في حروب أخرى، وتحديدا شكل هذه المواجهة الذي جرى مع إيران. يعني هذه محطة أولى وبداية رد إيراني إنجاز التعبير، فيما لو أقدمت إسرائيل على رد أكبر. ولهذا حثت إدارة بايدن إسرائيل على ضرورة التنسيق معها قبل أن تقدم على أي شكل من خيارات الرد يعني ضد إيران بهذا الاتجاه. ولهذا نعم قد تلجأ الولايات المتحدة بعد يعني هذا الحدث الكبير وتداعياته والإشارة إلى تداعياته وإلى ما يمكن أن يحصل، وهي سمحت عمليا إنجاز التعبير لإيران بالرد على إسرائيل وبهذه الطريقة المضبوطة والمنضبطة لكي توصل إسرائيل إلى مرحلة ما من قبول رؤية الولايات المتحدة في إطار بحثها عن صفقة إقليمية شاملة وحل ما يعني ما يجري من توتر وصراع ونزاع في قطاع غزة عبر تلك الصفقة التي تهيئ الأمور إلى انتهاء هذه الحرب. نعم دكتور أشرف، هذا التصعيد الخطير في المنطقة الذي حذرت منه مرارا وتكرارا مصر في مختلف المحافل الدولية، وأيضا كانت هناك تصريحات عديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول هذا التصعيد المحتمل والذي قد لا تتضح بعد ما هي السيناريوهات القادمة لهذا التصعيد، يعني كيف ترى وكيف تتوقع للأيام القادمة وما يحدث فيها من تطور في هذا الشأن أو في هذا الصعيد تحديدا؟ يعني دعني أقول مصر كانت مدركة منذ اللحظة الأولى أن السلوك الإسرائيلي والعنجهية الإسرائيلية قد تنقل الأمور إلى مرحلة مختلفة من التوتر والصدام الإقليمي بين أكثر من دولة في هذه المنطقة. ودعني أقول اليوم المطلوب من مصر أو دور مصر البناء ودبلوماسيتها المكثفة قد تضبط إيقاع وسلوك الأطراف المتنازعة، ولأن تداعيات أي حرب إقليمية لن تكون أي دولة في المنطقة بمنأى عنها، خاصة أن الولايات المتحدة لديها
يعني قواعد عسكريه منتشره في مختلف ارجاء المنطقه، وهذا قد يشكل عمليا ادخال دول المنطقه في صراع ما. واعتقد ان التهديد الايراني واضح، انها لن تسمح لاي دوله في المنطقه او تعتبر اي دوله تسمح للولايات المتحده باستخدام اجوائها للهجوم على ايران، يعني سيكون رد ايراني مباشر عليها. هذا دليل على حجم التوتر والصراع والتناقضات في المنطقه. هنا ياتي دور يعني مصر في البحث عن مسارات للتهدئه ولتقليل حده التوتر ومنع تصاعد الاوضاع والدخول في صراع مفتوح في المنطقه. واعتقد ان مصر منذ اللحظه الاولى حملت اسرائيل مسؤوليه تداعيات الاوضاع، اولا مع الفلسطينيين احدث 7 اكتوبر، ويعني طريقه تعامل اسرائيل مع هذه الحرب في الفتره الماضيه يؤشر بشكل واضح ان مصر يعني ستقف بصلابه ضد السلوك الاسرائيلي. واعتقد ان الولايات المتحده تفهم يعني ان مصر هي عنوان بوابه التهدئه في المنطقه ولها دور وتاثير سياسي ودبلوماسي كبير. واتوقع ان تتقبل اسرائيل الرد يعني او تحتوي يعني ما جرى من ضربه باقناع من الولايات المتحده. وان اقدمت اسرائيل على اي حماقه اخرى يعني خاصة أنها لن تذهب باتجاه يعني التصعيد والهجوم على العمق الإيراني، وأعتقد أنها دون دعم الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تحقق هذا الهدف أو يعني تستطيع الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية أو أي ضربة بالعمق الإيراني بهذا الاتجاه. وقد تلجأ إلى بعض يعني العمليات العسكرية المحدودة في إطار استهداف سوريا أو بعض يعني المواقع العسكرية هناك، أو يعني تكثيف بعض الضربات على لبنان. وسمعنا خلال اللحظات السابقة الدقائق السابقة أن هناك غارات إسرائيلية على لبنان بهذا الاتجاه. إذا يعني نحن أمام سيناريو يعني أتوقع أن يكون يعني قبول إسرائيل لهذه الضربة بضغط أمريكي، لأن الولايات المتحدة لا تقبل أن تسير الأمور باتجاه التصعيد، وإلا أن حسابات بايدن الانتخابية حساسة ودقيقة، وفرص بايدن تكون يعني ضئيلة إذا ما أدخل الولايات المتحدة والمنطقة في صراع مفتوح. نعم، بالفعل مصر دائما ما تؤكد أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء هذا الموقف ووقف التصعيد. كيف تابعت الدكتور أشرف يعني التأكيد المصري بدعوة المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة إلى بذل جهد مضاعف للحيلولة دون انفجار الموقف وضرورة وقف العمليات العسكرية؟ هذا هو عين الحكمة وعين الصواب في هذه المرحلة، خاصة أن المنطقة كلها اليوم لا تحتاج إلى مثل هكذا صراعات. وبالتالي التوقع المصري والتنبؤ المصري وفهم المصري لمجريات الأحداث والواقع بفعل السلوك الإسرائيلي كان بالضرورة يستدعي استحضار كل العالم يعني لتحجيم إسرائيل ودورها في المنطقة. وأعتقد أن هذا الحدث اليوم يبين دقة وصوابية الموقف المصري وتوقعه بأن استمرار الحرب في قطاع غزة قد تجر الأمور إلى مربع الأزمة الكبرى. ولهذا دعني أقول أن مصر اليوم هي الوحيدة القادرة على لعب دور جدي وحقيقي في إقناع الولايات المتحدة أن تبذل مزيدا من الجهد. واعتقد ان الرساله التي اطلقها الرئيس المصري والعاهل الاردني والرئيس الفرنسي يعني عبر الدعوه الى وقف اطلاق النار الفوري في قطاع غزه دليل واضح على ذلك الحرص وعلى فهم طبيعه التوترات والاحداث الجاريه في المنطقه. لهذا اعتقد ان مصر ستبذل مزيدا من الجهد، ونحن اقرب الى ان نكون في مرحله ما من الحوار والتسويات الكبرى. وواضح تماما من طبيعه تعاطي الاداره الامريكيه مع يعني مع الهجوم الايراني وكيف تحاول اقناع اسرائيل بالتريث وعدم الرد من جهه، اضف الى انها ضبطت طبيعه ايقاع الرد الايراني على بعض المناطق الاسرائيليه بهذا الاتجاه، وجنبت عمليا ان تكون الضربه الايرانيه ببعدها الاستراتيجي يؤثر على قوه الردع الاسرائيليه، لان الولايات المتحده
أثبتت لإسرائيل أن إسرائيل تستطيع أن تمضي قدما دون دعم الولايات المتحدة، دون غطاء أمريكي، دون إسناد أمريكي، وهي تحتاج الولايات المتحدة. لهذا بأبعاد هذه المرحلة الاستراتيجية لإسرائيل تكون إسرائيل محدودة في قدرته على اتخاذ قرارات مصيرية لها علاقة في التصعيد من جهة، وأعتقد أنها تكون أسيرة للوقوف الأمريكي خلال الفترة الجارية في التسويات على مستوى المنطقة وعلى قطاع غزة. نعم دكتور أشرف عكا خبير العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، نشكرك شكرا جزيلا.